رئيس اللجنة الثورية العليا يحيي صمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان. الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر كانت بحوزة خلية إرهابية في حجة. طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يكثفون من خرق وقف إطلاق النار في عدد من المحافظات. قتلى وجرحى من المرتزقة في قصف صاروخي على تجمعات بمعسكر المنطقة الثالثة بمارب، والجيش واللجان يؤمنون جبل حلبان الاستراتيجي بنهم. ومقتل وإصابة 10 جنود جراء سقوط قذيفة على تمركز للقوات في بنغازي بليبيا.